فربنا علق على الحكاية دي قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أي الناس يعني أول ما تقرأ تعجب أنت بإبراهيم، إيه ده عبقري، أم ربنا بيرد يقول لا لا ده حجتي أنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. دول الأنبياء بقى، فما بال الناس العاديين، فما بال الفيروس، يقوم يقولوا عليه الفيروس ذكي. ذكي ايه؟ يعني تعليق غير معقول من الجماعة الأمريكان والعلماء، يقول لك ده فيروس ذكي، ده ماكر. ماكر منين؟ هو له عقل ولا له ايدين ولا رجلين ولا دماغ ولا جهاز عصبي مركزي؟ ده مفيش، ده هي مجرد مادة عضوية اللي هي ريبو نيوكليك أسيد محطوطة في غلاف. ذكي ايه بقى؟ يبقى لا، افهموا جد بقى، ان هذه المادة او هذا الفيروس اعد، خطط له، اتبرمج، وان هو معد سلفا للحكاية دي. ده فعل الهي، مش ده هنا ده هي الغريبة ان ما وصلهمش لفت النظر ده، مع انه واضح، لان مش معقول يكون فيروس ذكي. ذكي ده ايه اللي ذكي ده؟ ما نقولش الفيروس ذكي، نقول احنا بنشهد تحدي الهي. ده توصيف الحقيقي، والغريب ان هم ما مش عاوزين يقولوا كده، مع ان الواقع ان هو كده. نحن نشهد تحديا الهيا في عصر الغرور والتبجح، والانسان اللي بيقول انا بعمل وانا بسوي وانا بحط رجل على القمر ورجل على الزهره وانا هروح اركب سفن الفضاء واملك الكون. احنا بنشهد تحدي الهي لغرور الانسان. وربنا يحفظنا ويحفظكم من الغرور، ويهدينا دائما بالفطرة وبالإيمان إلى الاستقامة. والجماعة العارفين بيقول لك الاستقامة هي أكبر كرامة.